أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي تمويلاً تنموياً بقيمة 500 مليون دولار، وأوضح بيان لوزارة التعاون الدولي أنه من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح. من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن الحكومة المصرية نفذت جهودا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية.